بعد تحرير الفلوجة جهود حكومية منتظرة لبسط الأمن وإعادة الإعمار. قوات البنيان المرصوص تتقدم في سرت وتؤمن ممرات للمدنيين. بريطانيا تلوح بقانون يسمح لها الخروج من أوروبا في الوقت المناسب، وثلاثة ملايين يطالبون بإعادة الاستفتاء. مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استوديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. والبداية مع موجز لأهم الأنباء. بعد إعلان تحريرها بالكامل من داعش، أعلنت مصادر حكومية عراقية الاثنين افتتاح مبنى قائم مقام قضاء الفلوجة لمحاولة إعادة تأهيلها لسكانها. وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي إن المرحلة القادمة بالنسبة للحكومة هي إعادة النازحين إلى منازلهم، مشيرا إلى وجود خطة حكومية لبناء المدينة. في شمال العراق، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش عثمان الغانمي إيقاف عمليات استعادة ناحية الجيارة ومناطق جنوب الموصل لأسباب وصفها بحسابات عسكرية. وأكد الغانمي أن داعش أعدم عددا من قادته بعد خسائره بمعارك شمالي صلاح الدين، وقال إن القوات العراقية على بعد كيلومتر واحد من المحور الشرقي لناحية الجيارة، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى من التنظيم وانتشار جثثهم في ساحة المعركة. تبنى مساء أمس تنظيم داعش الإرهابي التفجير الانتحاري الذي استهدف الثلاثاء الماضي موقعا عسكريا أردنيا يقع على الحدود مع سوريا، والذي أوقع 7 قتلى و13 جريحا وفق ما أفادت وكالة أعماق القريبة من التنظيم. وأتى الانفجار بعد أسبوعين على هجوم استهدف مكتبا تابعا لدائرة المخابرات الأردنية شمال عمان وأوقع 5 قتلى من رجال المخابرات. انتشرت قوات الجيش اللبناني في بلدة القاع القريبة من الحدود السورية بعد هجمات انتحارية فجر اليوم أدت إلى قتل وإصابة 24 شخصا بينهم المنفذون. وقال الجيش اللبناني في بيان له إن قواته فرضت طوقا أمنيا حول المكان المستهدف وباشرت عملية تفتيش واسعة في البلدة ومحيطها بحثا عن مشبوهين. تعرضت مناطق في أطراف بلدة عقربة بريف درعا الشمالي الغربي في سوريا فجر اليوم لقصف من قبل قوات نظام الأسد. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ترافق القصف مع اندلاع اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى في محيط حي المنشية في المدينة. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من ريف درعا مراسل أخبار الآن محمد الحوراني. محمد، نتحدث عن قصف مكثف من قبل قوات النظام بدرعا، هل ممكن أن نعرف تفاصيل إضافية عما ذكرناه في الخبر وخاصة فيما يتعلق بالضحايا المدنيين؟ نعم ميسوم، مساء الخير. منذ يومين تقوم قوات النظام بشن هجمة غير مسبوقة على مناطق عدة في محافظة درعا، ولا سيما في الريف الشرقي ومركز المدينة في أحياء درعا البلد، حيث شنت طائرات الميج منذ يومين 4 غارات على مدينة بصرة الشام الأثرية، محدثة دمار بالبنى التحتية والمناطق الأثرية دون سقوط ضحايا بشرية، ولكن هناك سقوط عشرات الجرحى في مدينة بصرة الشام. أيضا تم استهداف كل من بلدات أم ولد والمسيفر أيضا بالبراميل المتفجرة ليلا، تتزامن من ذلك بعد في مساء كل يوم بسقوط البراميل على تلك المناطق، وسيما في أحياء درعا البلد التي لم تهدأ هذه المنطقة منذ بداية الهدنة، وتستمر انتهاكات النظام في تلك المنطقة حتى هذه الساعات، حيث تسعى قوات النظام بالتقدم إلى حي المنشية والوصول إلى جمرك درعا القديم ببناء كمائل متقدمة. فهناك اشتباكات مستمرة على هذه الجبهة، جبهة المنشية في أحياء درعا البلد، حيث تقوم قوات النظام أيضا دائما باستهداف أحياء درعا البلد بالصواريخ المتفجرة، ولا سيما صواريخ من نوع الفيل ذات القوة التدميرية الكبرى، حيث تصل قوة تدمير كل صاروخ إلى ما يقارب محيط 500 متر مربع، مما أدى إلى نزوح كبير من أهالي درعا البلد إلى القرى والبلدات المجاورة، ولا سيما السهول أيضا بحثا عن مناطق آمنة في هذه الأيام من هذا الصيف والحار جدا، ولا سيما في شهر رمضان المبارك. هناك أوضاع إنسانية جدا متردية في محافظة درعا بسبب تصعيد قوة
قوات النظام القصف في هذه الأيام منذ ثلاثة أيام كما ذكرت حتى هذا اليوم، حيث تدور اشتباكات كما ذكرت أيضا في حي المنشية بين قوات النظام وفصائل الجبهة الجنوبية في محاولة لصد قوات النظام. صحيح، هذا ما يحدث في الاشتباكات لصد النظام ومن يقاتل إلى جانبه بحي المنشية تحديدا، وبالمقابل طبعا يتقاتلون مع الفصائل المقاتلة هناك من الثوار. هل يجب أن نعرف شيئا عن حي المنشية؟ لماذا لم اسمع سؤال جيدا ميسون، لو سمحت أعيد السؤال. هل يجب أن نعرف شيئا، هل يجب أن نتعرف أكثر على أهمية حي المنشية لحدوث كل هذه الاشتباكات فيها وتصعيد النظام وحلفاء النظام فيها؟ حي المنشية هو الفاصل ما بين أحياء درعا البلد المحررة ومركز محافظة درعا الذي يقع تحت سيطرة النظام في درعا المحطة، حيث تقبع الأفرع الأمنية وسيادة النظام السوري المتبقي في محافظة درعا في مركز مبنى المحافظة والفروع الأمنية والمؤسسات التي تعمل لصالح النظام في تلك المنطقة. فحي المنشية أيضا يبعد عن جمرك درعا القديم الذي يربط ما بين محافظة درعا وسوريا والمملكة الأردنية في عبر معبر الرمثة القديم. فالنظام وحلفائه يطمحون إلى وصول إلى هذه النقطة الأهم ذات السيادة الاقتصادية والسيادة الاستراتيجية في جنوب سوريا، خاصة بعد أن فقد النظام المعابر الحدودية مع المملكة الأردنية والدول الجوار. فهو يسعى دائما إلى الوصول إلى هذه النقاط حتى يشكل أوراق ضغط على المجتمع الدولي. وهذه المنطقة تعتبر هذه أهمية هذه المنطقة بالإضافة إلى أهميتها العسكرية، حيث تكون قوات المعارضة دائما تستهدف الفروع الأمنية من بالقرب من حي المنشية بالقذائف الهاون والمدفعية التي تكون في درعا المحطة التابعة لسيطرة النظام. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات عبر الأقمار الصناعية من ريف درعا، مراسل أخبار الآن محمد الحوراني. أسقطت المعارضة السورية مساء الأحد طائرة مروحية تابعة للنظام الأسد فوق غوطة دمشق الشرقية، وأوضحت المصادر أن طائرة سقطت فوق منطقة البحرية قرب مطار مرج السلطان، ويأتي ذلك بعد ساعات من بث صور لمواقع موالية للنظام من داخل مطار مرج السلطان. قيل إنها زيارة ميدانية لبشار الأسد لتناول الإفطار مع قواته. في الشأن اليمني، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الوضع في البلاد مقلق للغاية، وطالب في كلمة له أمام وفدي المحادثات اليمنية خلال زيارته للكويت، طالب العمل بجدية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ من أجل إقرار خريطة طريق للمبادئ والالتزام بوقف الأعمال القتالية والتوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل شامل، داعيا إلى تجنب تأزيم الوضع والعمل بمسؤولية ومرونة من أجل الوصول إلى حل شامل ينهي النزاع. ميدانيا، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع جديدة في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت مصادر ميدانية إن القوات الشرعية سيطرت على جبال المحجر المطلة على قرى المجاوحة وبني فرج، كما سيطرت القوات الشرعية على جبل المنصاع وجبل المنارة. ويأتي التقدم بعد معارك مع المتمردين، وقوات علي عبدالله صالح خلفت عددا من القتلى والجرحى. في ليبيا، أعلن اللواء عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقا حتى بن جواد غربا، أعلن 4 قرارات تختص بتحرك الأرتال العسكرية وجمع السلاح الثقيل وترخيص السلاح الخفيف للمواطنين ومنع الاجتماعات التي تهدد الأمن القومي في المنازل والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى تشكيل لجان عسكرية ومدنية لم يعلن عنها بعد. حذر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم بأن بريطانيا لن تطبق المادة 50 من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا في الوقت المناسب، مشددا على أن الاقتصاد البريطاني مستعد لمواجهة تبعات الخروج من أوروبا في وقت تبدي الأسواق المالية مخاوف من تبعات خروج بريطانيا. أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه تم الأحد إنقاذ 3324 مهاجرا قبالة ليبيا خلال 36 عملية، ما يرفع إلى أكثر من 10,000 عدد الذين تم إنقاذهم منذ الخميس. وأورد خفر السواحل أن المهاجرين كانوا يستقلون 25 زورقا مطاطيا وزورقا خشبيا واحدا من دون أن يشيروا إلى سقوط ضحايا. آلاف النازحين من الموصل يتوافدون إلى مخيمات في قضاء مخمور، كيف هو حالهم
وحال تلك المخيمات بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بعد الإعلان عن تحرير مدينة الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابي، تسعى الحكومة العراقية جاهدة إلى إعادة الأمن وبسطه في المدينة، إضافة إلى أعمار ما دمره التنظيم خلال عامين من احتلاله. كما أن أزمة النزوح عائق كبير أمام الحكومة، حيث تجاوز أعداد النازحين منذ بدء المعارك ضد داعش 50 نازحا. أما في الشق العسكري فتتوجه أنظار العراقيين الآن إلى تحرير مدينة الموصل، معقل التنظيم في العراق، خاصة بعدما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحريرها قريبا من داعش خلال زيارته إلى الفلوجة أمس الأحد. هذه فرحة لكل العراقيين، من حق كل الشعب العراقي أن يحتفل بعودة الفلوجة إلى حضن الوطن. هذه برغم التحديات تم القضاء على عدد كبير من الدواعش بفضل هؤلاء الأبطال الذين قاتلوا قتال الشجعان والأبطال للقضاء على الدواعش، ولن يبقى لداعش مكان في العراق. احنا أسرع شيء نريد إعادة مواطني الفلوجة والمناطق المحيطة بالفلوجة إلى مناطقهم. عندنا تقريبا أعداد كبيرة من النازحين موجودين في الخيام، هؤلاء أبنائنا نحرص عليهم كما شاهدتم. نناقش كل هذه التفاصيل، معركة الموصل القادمة إضافة إلى التحديات بعد تحرير الفلوجة من داعش، مع ضيفنا الكريم عبر الأقمار الصناعية من بغداد، الخبير الأمني والاستراتيجي داود السعدي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد داود. اليوم إذن نتحدث عن الفلوجة، طبعا الفخر بتحريرها من داعش، ولكن مقابل مخاوف ما بعد تحرير الفلوجة، والحكومة العراقية أيضا هي التي اعترفت بموضوع النازحين باحتجاز نازحين للتحقيق معهم. هل ممكن بداية أن نقف على تطورات هذه التفاصيل أو تفاصيل أكثر عن هذا؟ سيد داود تسمعني؟ ماكو صوت. طيب سنحاول أن نصلح هذا الخطأ التقني، وإلى أن يسمعني سيد داود السعدي، نحن نتابع من العراق أيضا، ومع اشتداد وتيرة العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير مدينة الموصل، نجح الآلاف من أهالي القرى المحيطة بالمدينة بالهرب من قبضة مسلحي داعش، لتبدأ رحلة أخرى من معاناتهم مع النزوح. ففي مخيم للنازحين بقضاء مخمور يتوافد يوميا الآلاف إلى المخيم ذي الطاقة الاستيعابية المحدودة، ويبقوا عالقين بانتظار انتهاء الإجراءات الأمنية المعقدة كي يتسنى تحويلهم إلى مخيمات أخرى بتجهيزات أفضل. المزيد من التفاصيل عن معاناة نازحي الموصل في تقرير مراسلنا لؤي أمين. لا تزال المآسي تتوالى على أهل الموصل والهاربين منها، فبعد كل ما قاسوه من ويلات احتلال داعش لمناطقهم، بدأت رحلة جديدة من المعاناة مع النزوح الذي تزايد مع احتدام العمليات العسكرية قرب الموصل، وتمكن آلاف من أهلها من الهرب من المدينة. كل شيء ماكو، لا اكو عامل يشتغل غادي، لا راتب، لا شيء، والله تعبنا تعب، بس رب العالمين خلصنا منهم. ايش خلى علينا؟ ما خلى على 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 البشرية، عدموا الناس، عدموا النسوان، ارتكاباتهم، وما ذبحوا على العالم، والله والله دمروا ناس، يعني فقراء كل شيء ما عندها، اخذوها صار سنتين، عندي قرايبي جوا اخذوهم، هذا صار سنتين ما ندري لهم وين صاروا. الله وكيل، سنتين صار لهم اختفوا وراحوا، قالوا ولادي زلمه شايب اكبر مني بالعمر، مال 49، جو اخذهم من البيت ورا اسبوع، ما جابوا لنا قصاصه من عند مين؟ هذا مين؟ اي والله احنا 7 نفرات، اطفال اطفال وعائله كامله، يعني انا زوجتي وخمس اطفال، والله قاعدين على الطريق والشمس فوقنا وصيام، اغلبيتها صيام ترى، لا اشوف هاي الشيء، والجو حار حيل، لاكو فراش جوانا ولاكو شيء يوينا من الشمس، من حر الشمس. والله ان ربنا ما انسانه، والله كريم، غانمين كثيرين
وبلشي نرجع لوظائفنا بلشي. الآلاف من النازحين توافدوا على هذا المخيم، المخيم صغير جدا، مخيم ديبقة الذي يقع في قضاء مخمور، وحاليا هناك تدفق مستمر للنازحين وهم يفتقرون إلى أبسط الخدمات التي لا تتوفر هنا في هذا المخيم. أغلب العوائل هنا تبات في العراء في الممرات وشوارع المخيمات، لأن داخل الخيم أصبحت مكتظة بالعوائل، وهناك وضع مأساوي جدا في هذا المخيم حاليا. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الجهات المعنية، إلا أنها لا ترقى إلى حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بأهل الموصل، لتستمر المطالب بمزيد من الدعم لتدارك الوضع. نحن منذ يومين استقبلنا 800 عائلة، حوالي 3000 شخص، ونحن لم نهيئ لهم مكان، فقد جاءوا فجأة والتوافد مستمر علينا. حقيقة نحن في مؤسسة البرزاني نقدم لهم كل شيء، ولكن العدد كبير، ونناشد جميع المنظمات والحكومة العراقية بمساعدتنا. وحتى ينفذ هؤلاء النازحين من تعقيدات الإجراءات الأمنية والإدارية، يبقى الوضع بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل في ظل ارتفاع درجات الحرارة وافتقار المخيمات إلى أبسط سبل العيش. مع توافد 3000 شخص آخرين إلى هذا المخيم الصغير، أصبح عدد النازحين هنا 15,000، مما زاد أوضاعهم سوءا وأصبح الوضع غير مسيطر عليه. لؤي أمين، أخبار الآن، من إحدى مخيمات النزوح في مخمور، الموصل. نعود لنناقش موضوع العراق أيضا، بالتحديد موضوع الفلوجة وتحرير الفلوجة من داعش، والتحضير اليوم لمعركة الموصل. ومن من بغداد عبر الأقمار الصناعية الخبير الأمني والاستراتيجي داود سعدي. مساء الخير سيد داود. مساء الخير سيد داود. إذا كنا نتحدث عن موضوع بالخبر، طبعا نتحدث عن تحرير الفلوجة بالكامل من تنظيم داعش، واللي كان آخر ما كان يتم العمل عليه هو حي الجولان. اليوم كيف هو الوضع؟ القوات الأمنية هي الموجودة بالكامل اليوم داخل الفلوجة، كيف هو الوضع؟ ماذا يمكن أن نقول؟ ما خلفه داعش بداخل الفلوجة، وما المخاوف ما بعد تحريره؟ نعم، حقيقة اليوم الفلوجة تم تحريرها بالكامل، خاصة بعد بسط نفوذ القوات الأمنية العراقية على حي الجولان الذي كان يعتبر معقل تنظيم داعش في مدينة الفلوجة، والذي انسحب إليه عناصر التنظيم من كافة مناطق الفلوجة والمناطق المحيطة بها. وبالتالي رفع العلم العراقي في مدينة الفلوجة هو إعلان تحرير هذه المدينة بالكامل. واليوم القوات تتجه باتجاه بعض الجيوب التي تتواجد في جزيرة الخالدية للقضاء على بعض العناصر المتواجدين هناك، برغم عمليات التفخيخ التي تركها تنظيم داعش. نسبة التدمير في مدينة الفلوجة وحسب المصادر الرسمية التي أعلنت بأن نسبة التدمير في المدينة بلغت 10% من مجموع المباني والخدمات والبنى التحتية لهذه المدينة. وبالتالي يبدو أن عملية تحرير مدينة الفلوجة هي كانت الأسهل من العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة الرمادي، إضافة إلى أن نسبة التدمير هي الأقل. اليوم القوات الأمنية تقوم ببسط نفوذها على مدينة الفلوجة بالكامل والمناطق المحيطة بها، الصقلاوية والفلاحات ومناطق أخرى، وهي اليوم تستعد لإعادة المواطنين إلى مدينة الفلوجة. نتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بما يتعلق بالمناطق التي تم تحريرها أولا، المتمثلة بمناطق الصقلاوية وبعض المناطق الأخرى باتجاه منطقة القرمة، ولكون النازحين من هذه المدينة ومن مدينة الفلوجة هم قريبين جدا، هم في مناطق الخالدية وكذلك منطقة الحبانية. وبالتالي إعادة هؤلاء النازحين إلى مناطق الفلوجة ليس بالأمر الصعب بعد تدقيق المعلومات الأمنية، وجميع الجهات تسعى إلى إتمام عملية إعادة أهالي مدينة الفلوجة بشكل ربما يكون أسرع من المناطق الأخرى للرمادي، كون نسبة التدمير أقل. لكن هناك عمليات تفخيخ أيضا، هناك معامل صحيح، ربما موضوع التفخيخ والعبوات الناسفة وتفكيكها هي من ضمن التحديات اليوم اللي هي أمام القوات الأمنية
بعد تحرير الفلوجة. صحيح. كنت أقول بأنه حتى بموضوع النازحين يعني وعودة المدنيين هناك تدقيق، يعني في اليوم تتحدث الحكومة العراقية اعترفت باحتجاز عراقيين احتجزت حوالي 20,000 شخص من النازحين اللي فروا من المعارك بينه وبين داعش للتأكد من عدم وجود إرهابيين بينهم. حقيقة هذا الرقم يعني كان في بداية عمليات النزوح تم احتجاز ما يقارب من 18 إلى 20,000 من النازحين من مدينة الفلوجة لعمليات تدقيق المعلومات، لكن هذا العدد اليوم هو أقل بكثير، ربما لم يتبقى سوى 3,000 إلى 4,000 من الذين يتم تدقيق معلوماتهم، خاصة بعد أن زادت الحكومة العراقية من عدد الحاسبات التي يتم استخدامها لتدقيق المعلومات. تم اعتقال عدد من عناصر داعش الذين حاول الهرب ضمن المدنيين، وهم اليوم أيضا محتجزين لدى القوات الأمنية. يعني هناك تسريبات تشير إلى ربما وجود 1,000 إلى 1,200 من الذين تم احتجازهم ربما لتدقيق أكثر للمعلومات الأمنية، أو ربما لمشاركة البعض منهم ضمن تنظيم داعش، خاصة بعد المعلومات التي تم إعطائها من قبل الأهالي حول بعض الأشخاص وأسماء هؤلاء الأشخاص. نعم. عملية التدقيق لا تزال مستمرة، لكن أغلب الأشخاص تم أطلاق سراحهم وإرسالهم لهم إلى عوائلهم، باستثناء حوالي 450 إلى 600 من الذين لا يزالون مفقودين، وهم الذين خرجوا في البداية من منطقة الصقلاوية. لا يزال عدد كبير منهم مفقود، والحكومة العراقية ربما تسعى لمعرفة مصير هؤلاء. نعم. الذين تم اعتقالهم من قبل الميليشيات أو ربما من قبل قوات قامت بنقلهم إلى منطقة أخرى. لا يزال الموضوع يشوب بعض الأمور بما طيب. يتعلق بهذا العدد من الشباب من مدينة الصقلاوية وعدد من يعني مناطق أطراف الفلوجة. طيب، وفي كمان بمركز احتجاز بالحبانية، صحيح، بشرق الفلوجة. نعم نعم. طيب بسيد داود، نعم، اليوم أماكن عديدة بالفلوجة. نعم، هي أماكن تم احتجاز عدد. نعم. عديدة، يعني في الخالدية، في الحبانية، في الفلوجة، وحتى في أطراف مدينة الفلوجة القريبة، يعني خاصة بعد تحرير تلك المناطق. نعم. طيب اليوم عندما نتحدث عن معركة الفلوجة، انتهاء معركة الفلوجة وتحريرها من داعش، وبانتظار الكل طبعا يعني منتظر عملية الموصل، عملية الكبرى. أمس العبادي طبعا تحدث حيدر العبادي عن موضوع الموصل، خاصة يعني كانت المناسبة بأنه انتهاء وتحرير الفلوجة. الفلوجة قلت بأنه أسهل من الرمادي كانت بموضوع التدمير الذي خلفه داعش. انطلاقا من هذه المقاربة، كيف تتوقعون أن تكون الموصل، وكيف ستختلف عن عملية الفلوجة؟ ما الذي يجعلها ربما أصعب أسهل جغرافيا؟ كيف تختلف؟ كيف هذا يؤثر على سير العمليات؟ نعم، بما يتعلق بموضوع الموصل، المعادلة هنا تختلف. يعني موضوع الموصل يوجد أكثر من 2 إلى 3 ملايين مدني في مدينة الموصل. مدينة الموصل مترامية الأطراف، هناك مناطق وقرى تحيط بمدينة الموصل بالعشرات. حقيقة القوات العراقية تمكنت من تحرير بعض هذه القرى باتجاه مناطق جنوب الموصل. يعني الموصل العملية تختلف هنا، هناك 3 محاور. المحور الجنوبي هو اليوم الأكثر تقدما للقوات العراقية، وصلت إلى مراحل متقدمة، قد تصل إلى حافة نهر دجلة في وقت قريب جدا، تقوم بعمليات تمركز، بعمليات إعادة هيكلة، يتم إيقاف العمليات لساعات ومن ثم البدء بعمليات أخرى. هنا المعادلة تختلف عن الرمادي والفلوجة كما قلت، أولا بسبب التضاريس، ثانيا بسبب عدد المسلحين من تنظيم داعش المتواجدين في هذه المدينة. صحيح، أنه هي معقل التنظيم بالعراق. إضافة، نعم، هي معقل التنظيم، وهرب عدد من مقاتلي التنظيم إلى هذه المدينة. إضافة إلى أن هذه المدينة اليوم باتت محاصرة بالكامل باتجاه ربيع، الحدود العراقية السورية الأمر انتهى، وهذه المناطق مقطوعة، لا يمكن وصول إمدادات للتنظيم من خلالها. جنوب مدينة الموصل بات أيضا محاصر بالكامل. القوات الكردية وقوات أبناء العشائر بقيادة محافظ نينوى السابق أثير النجيفي تقوم بمحاصرة المناطق من شمال مدينة الموصل، وبالتالي وصول الإمدادات بات صعب. لكن المعادلة كما قلت تتمثل بعدد المدنيين الموجودين في مدينة الموصل، إضافة إلى عدد مسلحي تنظيم داعش وكونها المعقل الأخير لهذا التنظيم، إضافة إلى إغلاق التام لهذه المدينة، وبالتالي عمليات الموصل تحتاج ربما إلى استراتيجية تختلف عما طيب. حصل في الرمادي. سيكون معنا يعني الوقت في الأيام القليلة المقبلة، بينما الموصل سيتغير الموضوع.
طبعا لي الحديث أكثر عن معركة الموصل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي سيد داود السعدي. إلى ليبيا، حيث أحرزت قوات حكومة الوفاق الوطني تقدما ملحوظا في سرت باتجاه معقل داعش بمجمع واغادوغو، وسيطرت على عدة مناطق جديدة، بينما خسر التنظيم عددا من أفراده ومخازن الذخيرة في اشتباكاته داخل الأحياء السكنية. وتواصل الفرق المدفعية التابعة لقوات عملية البنيان المرصوص ضربها لمعاقل التنظيم في مربعه الأخير. المزيد في هذا التقرير. تستمر معارك قوات حكومة الوفاق الرئاسي في سرت ليبيا ضد مقاتلي داعش. ضربات بالمدفع الثقيل لمواقع لا تزال تحت سيطرة داعش، بينما تسعى القوات الحكومية إلى فتح طريق آمن للمدنيين للخروج من دائرة القتال والتقدم على المحورين الشمالي والجنوبي، في حين تتصدى لهجمات داعش المتلاحقة على المحور الشرقي من جهة الميناء ومنطقة الغربات غربا لفتح ممرات آمنة. طبعا لقينا عائلات قاعدين في خمس حيشان، قالوا احنا من بعد ما جاء التنظيم هربنا، في اللي هرب وفي اللي حصلت في سرتك اللي هربوا، قالوا لقيناهم ساكنين في حوش في خمس عائلات، والحق ما قصرناش معاهم، واللجنة ومرة المحاور ما قصرناش، كان عندهم تنسيق من البداية ان احنا نلقوا عائلات وطلعناهم من 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 مكان الاشتباك اللي هم فيه، ووفرنا لهم الميه والاكل والمسكن. وتواصل الفرق المدفعيه ذكاها معاقل التنظيم في المربع الاخير، لا سيما حول المقار الاداريه لتسهيل الدخول الى المناطق غير المحرره، فضلا عن تمركز قناصه داعش التي يطلقون النار على اي هدف متحرك، مما صعب اقتحام الأحياء السكنية المتبقية. نحن سرايا أبابيل 3 مدفعية التابعة لعملية البنيان المرصوص، نتعامل مع أهداف وتمركزات العدو داخل منطقة سرت بدقة متناهية عن طريق التصوير الجوي بطائراتنا ومراصد قوات الثوار في داخل المنطقة، ونتعامل معها بدقة متناهية. وبالرغم من ذلك، تمكنت بعض الوحدات القتالية التابعة لقوات حملة البنيان المرصوص من الدخول إلى الحي الثاني والقصور الرئاسية بالقرب من الميناء، والدخول في اشتباك مباشر مع مقاتلي داعش الذين انسحبوا بسبب نقص الذخيرة والحصار الذي أضعفهم كثيرا. قدمنا بهذا الاتجاه هو بهذا الطريق هذا حتى وصلنا أخيرا إلى ما قبل 700 على مشارف الساجن. لقدنا بعد المواجهة البسيطة، وبعدين تقدمنا حتى وصلنا خير على مشارف 700. كان بينه وبين 700 اللي هو هذا الباب الصغير اللي دخلت منه السيارة اللي كانت حقيقة مليانة بالأنغام. وباقتحام قوات حكومة الوفاق وسط المدينة، لم يعد التنظيم يسيطر إلا على بعض المقار الإدارية، منها جامعة وقاعة واغادوغو والحيين السكنيين الأول والثالث والشعبية التركية وحي الموريتان ومواقع عسكرية في منطقة الجيزة، وهي منطقة تقع في مساحة ضيقة ومكشوفة سيطرت القوات الحكومية على أجزاء منها في انتظار السيطرة عليها كاملا في غضون الأيام القليلة المقبلة. بقونا معكم مشاهدين لنتابع بعد الفاصل. أخبار الآن تتجول على تخوم المناطق المحتلة من داعش في مدينة منبج. في ظل الأحداث المتسارعة، لم تعد مهمة غرفة الأخبار مقتصرة على نقل الحدث وتحليله، بل في الكثير من الأحيان باتت غرفة الأخبار هي الحدث. نحن في أخبار الآن، كنا في ليبيا لحظة سقوط نظام القذافي، وفي سوريا تحت القصف والبراميل، وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان. مهما اختلفت المناسبات ومهما اختلفت مواقعنا، كلنا هنا فريق واحد نعمل على مدار الساعة من غرفة واحدة، من غرفة الأخبار.
أحييكم من جديد. تجولت كاميرا أخبار الآن على تخوم المناطق المحتلة من داعش واطلعت على حجم الدمار في المنطقة، كما التقت أفرادا من قوات سوريا الديمقراطية التي تتمركز مع كتائب شمس الشمال من الجيش السوري الحر. هذا وتسيطر قوات مجلس منبج العسكري على كافة مداخل ومخارج المدينة وتحاول اقتحامها وتحريرها من داعش. عددهم قليل في المدينة بحسب الوثائق المتواجدة لدينا. تدور الاشتباكات في الليل لعدم تواجد المدنيين ليلا، وهم يرتدون اللباس المدني للتمويه، ولذلك فالطائرات لا تقصف بكثرة، ونحن نستهدف أي تحرك خلال الليل من الساعة 10 وحتى الصباح. أنا بالنسبة لي وجميع هون رفقاتي صايمين مرابطين، ساعة بالنهار حرس وبالليل حرس ومرابطين، ومعنوياتنا إن شاء الله نار، وإن شاء الله جايينك يا داعش إلى آخر جحر من جحورك. ونحب نوجه رسالة إلى العالم اللي برا مشان ما يأخذ صورة سيئة عن الإسلام. الحمد لله نقرأ قرآن، قدام جينا داعش ونصوم ونصلي ونزكي، إن شاء الله إسلام نحن الحقيقي، وداعش اللي فات على سوريا إرهابي بدي يشوه سمعتنا وسمعة الإسلام. أفراد التنظيم يستخدمون هذا السلاح كمظهر للتشويش على قواتنا على أنه يتواجد في هذه النقطة سلاح دوشكا، ولكنها ليست سوى قطعة من الحديد مصممة على شكل سلاح الدوشكا لا تنفع لشيء، وقد وضع داعش هذه القطع على أسطح منازل المدنيين كي نستهدفهم أو تستهدفهم طائرات التحالف الدولي. في ظل الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري، أصبح دور مؤسسات الرعاية وإعادة التأهيل أساسيا في سوريا، إذ أسهمت جهود تلك المؤسسات في إعادة تأهيل العديد من المصابين ودمجهم في المجتمع بشكل فعال. محمود عبدو أحد من أصيبوا خلال الثورة السورية، وتولت إحدى المؤسسات إعادة تأهيله بعد رحلة علاج طويلة في الأردن. نتابع قصة محمود في التقرير التالي. محاولا التأقلم مع حالته الصحية، رافضا أن تثنه إصابته عن الاستمرار في حياته، قرر أبو عبدو تعلم صيانة الحواسيب والهواتف النقالة واكتساب مهنة يستمد منها قوت يومه بالشكل الذي يتلائم مع إصابته التي تعرض لها في الغوطة الشرقية بدمشق. محمود عبدو كماشي أبو عبدو من الغوطة الشرقية، أصبت بطلق ناري في الغوطة الشرقية، وتعالجت في الأردن لمدة سنتين، ودرعا استقبلتنا دار الكرامة للاستشفاء، والحمد لله عم اتعالج فيزيائيا والحمد لله وضعي بخير ومتحسن، صار لي مقيم فيها 7 أشهر، وطبعا وهلا عم نعمل دورة الحاسوب. طبعا يعني الحمد لله انه في انتاج لهالأمر هذا. العجز بني آدم اذا عجز بمخه. طبعا انا هلا عم اتعلم يعني صيانة الحاسوب، وبعد ذلك كمان رح نرد نتعلم صيانة الجوال المحمول والأجهزة اللاسلكية وعدة شغلات من الكهربائيات، والحمد لله يعني إنه هذا الشيء إنه أنا مبسوط فيه. مع حلول موعد جلسة التدريب في المدرسة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة درعا، يقصد أبو عبدو مكان الجلسات التدريبية برفقة زملائه الذين يسعون أيضا إلى اكتساب مهن وحرف جديدة تساعدهم في حياتهم مستقبلا، وهو ما عملت عليه مؤسسة اللجان المحلية باستقبال ما لا يقل عن 20 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم، على أمل زيادة العدد وتطوير المجالات التي يتدربون عليها. نحن قمنا بدورة صيانة الحاسوب لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب أنهم تعرضوا إلى إصابة، هذه الإصابة ربما أثرت عليهم جسديا وربما أثرت عليهم بشكل كامل نفسيا. نحن نقوم بتأهيلهم لسوق العمل لكي لا يكونوا عالي على المجتمع. كل هذه الأمور يعني تساهم في تأمين احتياجاتهم في المجتمع. طبعا قامت مؤسسة اللجان المحلية مشكورين بمعدات يعني بسيطة بدعم هذه الدورة مع
منظمة الأطباء السوريين الألمان DSA. نحن الآن في دار الكرامة، فلهم جزيل الشكر. أخذ هؤلاء المعلمون على عاتقهم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كونها تحتاج إلى جهد مضاعف لإعطائهم دورا مهما في بناء سوريا المستقبل. تأهيل هؤلاء المصابين وتفعيلهم في المجتمع وإدخالهم سوق العمل هدف للقائمين على هذا المعهد التدريسي. هم اليوم يتغلبون على الإعاقة ويشقون طريقهم للحياة بعد أن كتب لهم النجاة من الموت. برا عمر، الإخبار الآن، درعا. لم تهدأ بعد مسألة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وما زالت حديثة الساسة والشعب بين تصريحات وأفعال مؤيدة وأخرى ترفض الانفصال جملة وتفصيلة وتسعى إلى إعادة الاستفتاء. آخر تلك التصريحات خرجت عن دبلوماسي أوروبي قال فيها أن بريطانيا قد لا تباشر في آلية خروجها من الاتحاد الأوروبي على الرغم من تصويت البريطانيين على ذلك، حيث تنص المادة 50 من معاهدة لشبونة على أن الدولة التي تريد الانسحاب لابد من أن تعمد إلى إبلاغ المجلس الأوروبي نيتها الخروج من الاتحاد وأن تتفاوض بعد ذلك على مدى سنتين كحد أقصى في اتفاق الانسحاب. ذلك تزامن مع ارتفاع أعداد الموقعين على العريضة التي تطالب البرلمان بإجراء استفتاء ثان، حيث بلغ عددهم حوالي 3 ملايين بريطاني، وهو ما قد يجبر المشرعين على بحث إمكانية مناقشة الأمر على الأقل. عبر سكايب عادل درويش، متخصص في شؤون الشرق الأوسط وأوروبا، مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عادل. اليوم عندما تحدثنا عن موضوع المادة 50 والحديث عنها اليوم بمعاهدة لشبونة، هل خالفتها بريطانيا؟ وبما أنه حضرتك بلندن أيضا سيد عادل، ما بعرف إذا بالإمكان أن أخذ كيف هو الشارع، يعني كيف ينعكس كل ما يحدث، كل هذا الزلزال الذي حدث منذ أيام على الشارع البريطاني. أنا في البرلمان، أنا مراسل البرلماني، أنا بكلمك دلوقتي من مكتبي في البرلمان، ويمكن كسامة رئيس الوزراء اللي يتكلم في الباك جراوند. أنا طلعت من الجلسة عشان أكلمكم. الشارع طبعا منقسم، لا تنسي أن الأغلبية صوتت لها البقاء. رئيس الوزراء قال من 3 دقائق أن نتيجة الاستفتاء هي ما صوت به الشعب، وهذا مقبول. 17,400,000، يعني 1,400,000 زيادة صوته بذلك، وهي 3 ملايين أكثر من صوته عام 75، هي 2 مليون أكثر من الانتخابات الثلاثة الماضية، هم 3/4 مليون أكثر من الانتخابات السابقة في 2010، 1 مليون أكثر من انتخابات 2015، أي أن هذه العريضة هي مضيعة للوقت، ربما يناقشها البرلمان من الناحية الدستورية لإفهام الناس الوضع. يعني ربما تكون فقط خطوة لامتصاص غضب الشارع من يرفض ما حدث على الأقل. يعني ما هو لو كان الجانب الآخر هو اللي صوت بالبقاء كان برضو حنكون في غضب. لا تنسي أن الذي صوت للخروج أو رجح كافة الخروج هو الطبقة العاملة والطبقات الفقيرة. ترى أن هناك انفصال بين الناس العاملين وبين النخبة والصف، فهو ليس فقط اتفاق يعني تصويت استفتاء الاتحاد الأوروبي بقدر ما هو رفض الطبقات الفقيرة للعولمة. العولمة لم تحدث شيئا بالنسبة لهم، بل خفضت مستوى معيشتهم. هي ثورة للفقراء بمفهوم أدبيات فيكتور هوغو وميل زولا ضد نادي الأغنياء التي تمثله الاتحاد الأوروبي. طيب سيد عادل، اليوم عندما نتحدث عن هذه المادة 50 اللي سألتك عن هذه النقطة، خالفتها بريطانيا وماذا بعد؟ لما الحديث عن هذا الموضوع؟ يعني عندما يعني كانت شروط حسب ما أفهم أنه موضوع المادة أنه الدولة لابد أن تعلن نيتها الانسحاب وبعدين أنه تتفاوض على مدى سنتين. أيوة، لابد أن تقدم الطرف الذي يريد الانسحاب. هذه سابقة لم تحدث من قبل منذ توقيع معاهدة لشبونة قبل 7 سنوات. فهذه المادة لأول مرة تجرب، يعني ليس هناك سابقة قانونية فيها، لكن الشروط واضحة أن العضو الذي يطلب الانسحاب يقدم كتابيا الأمر. غدا سنسافر جميعا مع رئيس الوزراء إلى بروكسل في الاجتماع. هو لن يقدم هذا الطلب رسميا
حتى نكون مستعدين لذلك، ولا يعني وكما يقول المثل المصري اللي مش عاق ويخبط يعني يشرب يخبط راسه بالحيط او يخبط دماغه في الحيط. طيب واول راس يخبط في الحيط نريد ان يكون جون كلود يونكر. طيب سيد عادل، بموضوع النية من جديد نتحدث عن هذا الموضوع، عن هذا الزلزال، عن هذا يعني كثير من المحللين وصفوه بأنه مبالغ في الموضوع. يعني حتى إذا عدنا على موضوع النية، كلنا نعرف بأنه بريطانيا هي الوحيدة، هي عندها الباوند يعني عملتها ليست اليورو، نظام الدخول لأراضيها كمان مش شنغن مثل دول أوروبا الأخرى، بأيام توني بلير هي شاركت مع أمريكا بحرب العراق أيضا، يعني لم أيضا خالفت أو ما أخذت يعني رضا على الأقل من دون اعتبار الاتحاد الأوروبي. يعني كل هذا ألم يكن واضحا؟ ألم تكن كل هذه مؤشرات؟ لماذا هذه الصدمة؟ هذا كله كان قبل أن يتحول الاتحاد الأوروبي إلى مشروع دولة فيدرالية. أنتم في الخليج تحالفكم التاريخي مع بريطانيا، أنتم الأصدقاء التاريخيين لبريطانيا، لو حدث تكرار لسيناريو احتلال صدام الكويت ونحن بمعاهدة لشبونة أو معاهدة ماستريخت في الاتحاد الأوروبي، لن يكون بقدر بريطانيا إرسال القوات لحماية الخليج. هذا يعني يكون أمر واضح، فمصلحة العرب أن تبقى بريطانيا مستقلة. طبعا هناك غضبة شعبية بين الطبقات الفقيرة، لكن بالنسبة للناس أمثالنا الطبقة المتوسطة ومن ذلك، القضية الأولى بالنسبة لنا هي الديمقراطية. هو أن المفوضية الأوروبية تصدر قوانين تؤثر على حياة الأفراد هنا، وهي مفوضية غير منتخبة. نحن لدينا أو أي لدى نظام برلماني القدرة على تغيير الحكومة وانفصلها من وظيفتها كخدم للشعب كل 4 أو 5 سنوات حسب الدستور. هذا الخيار غير مطروح عندما تحاول الاتحاد الأوروبي لدولة فيدرالية. أنا أشكرك جزيلا، أقدر لك بأنه تركت الجلسة البرلمان. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة، عادل درويش المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وأوروبا من لندن. باقونا معكم مشاهدينا لنتابع بعد الفاصل. كاميرا أخبار الآن تلتقي طالبة هاجر الأولى في قائمة الناجحين في ثانوية الإمارات. أهلا بكم من جديد. على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها، تمكنت الطالبة السورية هاجر القطيفان من تحقيق المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنهت هاجر إجراءات التسجيل في كلية الطب بجامعة الإمارات لتكون أول طالبة تقبل في الدفعة بناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. الزميل عطاء الدباغ التقى طالبة هاجر وعاد بهذا التقرير. تقول الحكمة لا مستحيل على أهل العزيمة والهمم العظيمة، وقصص النجاح في الحياة لا تنتهي أبدا. هاجر القطيفان التي ذاع صيتها في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا إحدى قصص النجاح في حياتنا اليوم، إذ تغلبت على ظروفها الأسرية الصعبة ونجحت في تحقيق المركز الأول على مستوى الدولة في القسم العلمي. هو ما كان هدف عقد ما كان أنه أنا إلي رغبة أنه أنا أجيب معدل منيح فرح ماما وبابا، وبنفس الوقت انه يدخلني طب عشان انه اكون يعني حدا بيقدر يعالج ناس تاني وبيساهم انه يفرحهم ويزرع البسمة بوجوههم. هو صراحة وضع الاسرة كان الاشياء اللي حفزتني اني اصير هيك، لانه لما بشوف حدا، لما انت تكون عايش مع حدا مريض وتعبان تحب انه يكون لك دور انك تساعده وتساهمه وهيك يعني تبسطه. فما بقدر حدا يسوي هيك غير الدكتور اللي له هيك مجال في الطب. يعني استوقفني في هاجر انه رغم هدوءها انه باي وقت كنت انا استوقفها بالحصه لحتى اسالها عن اي شيء، كنت احصل على اجابه شافيه وافيه ورائعه جدا. هاجر كانت مثال للطالبه، يعني الخلوقه الباره مش بس بوالديها، الباره حتى بزملائها زميلاتها مدرسينها ومدرساتها، وكانت جدا انسانه يعني متزنه ومثال للطالب اللي بيتحمل المسؤوليه. هاجر زرعت بذور الامل في اسرتها الصغيره ورسمت على وجوههم البسمه والسرور، حيث عانت الاسره طويلا من امراض اصابت والدها ووالدتها، الا انها كانت هي السند الأول للعائلة. أيوة كنت متوقع، لأنه أنا بعرف أنه هاجر شخص مجد ومثابر،
وصحي انه يعني حتى انا بعرف انه كانت يعني اوقات ما كانت تلاقي وقت للدراسه، يعني اغلب يعني جل اهتمامها كان لبيتها ولاهلها، بس كمان لانه هي ذكيه وكثير يعني كان تركيزها بصف عالي، فهذا اللي ساعدها. يعني حقيقه اي طالب متميز واي طالب متفوق هو يثري المجتمع الذي يكون فيه. حقيقه لمسنا وجودا هذه الطالبة وتأثيرا لهذه الطالبة على المجتمع الطلبة الذي يحيط بها في المدرسة، سواء أكاديميا أو تربويا وأخلاقيا، فهي متميزة بكافة مناحي الحياة، وهي من أسرة كريمة وأسرة متعلمة أيضا، هي لديها أب مهندس وأم طبيبة. ومن هنا منذ بداية العام الدراسي لمسنا الاتجاهات الإيجابية من هذه الطالبة، ولمسنا التفوق الذي قد نحظى به وتحظى به هذه الطالبة في امتحان الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الفور امتدت يد الإمارات الحانية إلى الطالبة السورية هاجر، حيث حقق لها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حقق رغبتها في دراسة الطب بجامعة الإمارات تقديرا لتفوقها وظروفها الخاصة. بخصوص هالشيء بحب أشكر الشيخ محمد بن زايد أنه قدم لي هاي المنحة، أعطاني أمل أني أنا أكمل دراستي ومستقبلي، وبنفس الوقت أنه أنا أأمن على أخواني وخواتي. وأنا هالشيء بشرفني أنه أنا أكون يعني مثل ما بيقول جند من جنود الإمارات، أنه وهي هاي الدولة حضنتنا ورعتنا، وأنا من مواليد هاي الدولة، فهذا فخر كبير إلي أن أكمل دراسة هون. أعطاء الدباغ لأخبار الآن العين. يعيد سكان البصرة جنوب العراق إحياء تقليد سوق كركيعان الثقافي الشهير الذي يقام في منتصف شهر رمضان بطريقة تتناسب مع الاحتياجات في العصر الحديث، إذ تجمعت أسر من المحافظة لاستضافة سوق تعرض فيه الحرف اليدوية والطعام والتسلية للسكان المحليين. وكركعان هو جزء من تقليد ثقافي متعارف عليه لدى دول الخليج، يتمثل في إعطاء حلوى خاصة للأطفال خلال الشهر الفضيل. بازار كركيعان، هذا البازار الذي عبارة هو عن سوق شعبي استقطب مجموعة من الصناعات المحلية والشعبية بالمدينة. اليوم حوالي 200 شاب وشابة في البصرة ومن أطراف البصرة اشتركوا بهذا البازار عن طريق الهاند ميد، الرسوم، اليدويات، الأزياء، الطباعة، التصميم، الكثير من المواهب. الشابة اليوم حققت ولو جزء بسيط من أحلامها، وهي أن تقدم منتوجها المنزلي البيتوتي إلى العامة وإلى التسويق. الحداثة صارت سمة العالم، والعالم بدأ يصبح قرية صغيرة. فالقرقعان رغم كونه يعني كان معاندا للزمن منذ يعني عهود طويلة بأنه يحافظ على تقليداته، لأنه شباب الآن بدأوا يغيرونه ويستخدمونه كثيرا لفعاليات أكبر وعلى مستوى أعلى. هذا طبعا يعكس مدى تطور عقلية الشباب ونضوج في رؤيتهم للموروثات الشعبية، وبالتالي دمجها بالحضارة. والآن إلى جولة مع أخبار الرياضة. توج المنتخب تشيلي بلقب بطولة كوبا أمريكا 2016 المقامة في الولايات المتحدة بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء البطولة. ولعبت تشيلي المباراة النهائية صباح الاثنين وحققت الفوز خلالها على الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. فوز تشيلي دفع بقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إعلان اعتزاله اللاعب الدولي، علما أنه النهائي الثالث على التوالي الذي يخسره ميسي في 3 أعوام. وكان ميسي وصل لهدفه رقم 55 أمام الولايات المتحدة ليصبح الهداف الأرجنتيني الأول متجاوزا رقم باتيستوتا برصيد 54. تختتم اليوم منافسات ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في فرنسا بإقامة مبارتين أبرزهما إيطاليا مع إسبانيا. ويحتضن ملعب فرنسا في العاصمة باريس مباراة المنتخبين الإسباني والإيطالي في لقاء يعد بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين، وهي إعادة للمباراة الحاسمة في نسخة 2012 عندما لعبا مع بعضهما البعض في المباراة النهائية وانتهت بفوز الماتادور برباعية نظيفة.
نشرت صحيفة فرنسية قائمة بأكثر اللاعبين عالميا كرها لتصرفاتهم وما يقترفونه في الملعب وخارج الملعب، وصنفت العجرفة في خانة الكره ومثيرو الجدل بالتوصيف نفسه. القائمة الكاملة في هذا التقرير. شعبية اللاعبين لا تقتصر على وجودهم في الملعب، وشهرتهم تتراوح بين المكروه والمحبوب، ذلك رصيدهم في قلوب المحبين. فربما تجد لاعبا في أقوى الدربيات وأشرسها في العالم محبوبا لدى الخصوم لتصرف قام به استدعى التصفيق. وعلى النقيض تماما، المكروهون كثر وعليهم أن يفعلوا كل ما هو محبب لترضى عنه الجماهير، وهو يعلم أن إرضاء الجماهير والعشاق غاية لا تدرك. الصحيفة الفرنسية ليكيب اختارت نجم البلوز تشيلسي دييغو كوستا كأكثر اللاعبين قبحا جراء ما يقوم به في الملاعب وتراكمات تصرفاته على طول وجوده في الملاعب، ثم صنفت نجم دفاعات تشيلسي جون تيري ولاعب ميلان الحالي وليفربول السابق ماريو بالوتيلي والمهاجم الدنماركي نيكلاس بنتنتير كأكثر ثلاث شخصيات إثارة للجدل. في الفئة الأكثر عنفاً وضع لاعب ميلان الإيطالي نايجل ديونغ ومدافع هامبورغ أمير سيباهيتش ولاعب باستيا بارانداو في المراكز الثلاثة الأولى لمتوحشي اللعبة. وفي قائمة الأكثر تعجرفاً ذهبت المراكز الثلاثة الأولى لنجم باريس سان جيرمان زلاتان إبراهيموفيتش ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ولاعب وسط مانشستر سيتي سمير نصري. وأخيرا في أكبر الغواصين في اللعبة وضع سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة رفقة زميله بالفريق نيمار وجناح بايرن ميونخ آريان روبن وختمها بأكثر اللاعبين جلبا للعار باسم مالتيو فالبوينا لاعب ليون الحالي. للأسبوع الثاني على التوالي واصل فيلم فايندينغ دوري تصدره لمبيعات الأفلام الأمريكية بإيرادات بلغت 73 مليونا و200 ألف دولار متخطيا فيلم يوم الاستقلال العودة الذي بلغت إيراداته في الأيام الأولى لعرضه 41 مليونا و600 ألف دولار فقط. دائما للمزيد مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني ويمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، يمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. أشكركم على المتابعة مشاهدينا وأدعوكم لمتابعة نشرة المسائية الثانية عشرة بتوقيت سعودي.